السلام عليكم، حياكم الله، يا هلا مرحبا ومسهلا جماعة. وقفة مع آية فيها من اللطائف وفيها من الإيجابية شيء كثير. يقول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لاحظ الآية، الله سبحانه وتعالى راعى مشاعر الأعمى وهو ما يشوف ملامح وجهك. أنت لما تعبس في وجه الأعمى، الأعمى ما يشوف ملامح وجهك أكيد، مع ذلك الله راعى مشاعره. عبس وتولى، راعى مشاعر الأعمى، هو أعمى، فكيف بمن حولنا؟ كيف باللي يبصر؟ لا شك أن يتأثر أكثر إذا شاف ملامح وجهك، شاف عبوسك وما دموزك شبرين، تعابير وجهك اللي يشوفها وكأنه يقرأ دعاء الكرب. هذه يا جماعة مشكلة حقيقة. بعض الآباء إذا دخل بيته أبناءه هجوا، اللي راح تحت السرير، واللي ليش أبوهم عصبي، يدخل لا يسلم، ملامح وجهه أعوذ بالله معبس، واللي قدامه يضربه. فيه، نعم فيه، ما ننكر فيه. كذلك الأم مع أبنائها دائما معبسة وحالتها حالة، لا تقولوا ضغوط ما أدري إيش، لا، ماكو شيء يستحق أنك تتعامل مع أبنائك بهذه الطريقة، مع اللي حولك، مع أخوياك. لا نكون يا جماعة، أو الزوج مع زوجته معبس، اللهم يكافي مرة لا تكلمه في استراحة، في الطلعة وش زينة مع أخوياه، تعامل موسى عليه السلام، وإذا دخل البيت تعامل فرعون مع زوجته، معبس وحالته حال ولا له خلق. فهذا شيء لا ينبغي أبدا. فالقرآن أتى من أجل أن يهذب الأخلاق، يقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، القرآن يقومنا. فلاحظ كيف الله راعى مشاعر أعمى وما يشوف، فكيف باللي حولنا يا جماعة. فالله الله بالأخلاق، الله الله بالابتسامة، الله الله بالملامح الزينة. إذا بغيت تقابل عيالك، أخوياك، زوجتك، أيا يكون، الله الله يا جماعة، أن نرتقي بأخلاقنا.